حلمت ان انا قاعدة في مكان زي ما يكون بيتنا مثلا او كده، وبعدين لقيت تعبان جاي عليا، فانا غمضت عينيا وقلت ايه، انا سلمت امري ليك يا رب، بس انا خايفة. سمعت نفس الصوت اللي جالي في الحلم، وفي الاول قال لي ايه، ما تخافيش وفتحي عينيك. لما فتحت عينيا لقيت التعبان ده رايح عند خروف كبير قوي، وقام التعبان اكل الخروف، ولقيت ان الخروف ده بدأ يعني لما جيت ابص لقيت ان التعبان بدأ يصغر، حجمه يصغر 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 لحد ما لقيته بقى نملة. يا ساتر، ونفس الصوت قال لي ما تخافيش ودوسي عليه موتي، وما تخافيش، ودست عليه. ودوست عليه موته. الحلم الثاني برضو، الحلم طب الثالث، استني 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 استني، طب انت خدتي ايه من الحلم ده؟ ان انا ما فهمت اخافش، ايه؟ ان انا ان اه هو يعني ان انا ما اخافش بعد كده، لان انا كنت اصلا الوقت ده كنت قلقانه، اهلي يعرفوا كلام من ده، فكنت خايفه. فما حلمت الحلم ده صحيت مرتاحه، ان هو ما تخافيش يعني بيجي يقول لي ما تخافيش، الله الله، يعني بيطمنك هو يا بنتي. بنفسه بيقول لي ما تخافيش، فخاف بعد كده من ايه؟ شفت شغل يسوع، ايوه. بيفتح عينك على الحقيقة في الإسلام. بالعكس بقى، في الاسلام انا كنت اجي اصلي ما لاقيش استجابه، ملاقيش اي حاجه، اجي اقول لها يا ماما مثلا انا دعيت وربنا ما تقبلش مني، هو انا عملت حاجه غلط؟ تقولي لا لازم تلحي في الدعاء، لازم مش عارفه ايه. فكنت بعمل كل ده ما بلاقيش استجابه. فبرضو حلمت من الاحلام اللي انا حلمتها، حلمت ان انا حد قريبنا جالي واداني صليب من ذهب. واو ف واو، يعني كل حاجة، عارف يعني كل حاجة كده بتيجي بسرعة، كل حاجة بحس ان يعني ان ربنا حواليا، بحس ان هو موجود معايا فعلا. واو واو واو. والصليب ده بقى، انت لما قلت للصليب، لما حكيت لحد من الآباء عن الصليب ده قال لك ايه؟ والله انا لما حكيت قال لي ممكن يكون اللي اداكي الصليب في الحلم ده يكون هو عارف طريق المسيح بس كاتم امامه، ما قاليش اكتر من كده. انا متأكد طبعا ما فيش حد هيمسك الصليب من اهلك الا لو كان، خدي بالك احنا اهالينا كتير عارفين الرب بس تحت ايوه العرض، مش قادرين ايوه ايوه يتكلموا، مش قادرين، فعلا. هو هيتكلم ازاي يتذبح؟ والناس مش كلها شجاعه زيك ايوه تطلع ايوه وتتكلم، لا الناس خايفه برضه. خدي بالك 95% من المتنصرين تحت الارض. انا عارفه، انا عارفه الكلام ده كويس، لان حكم الرده في الاسلام الاكل ده غير على حكم طول. الردة، ده هيتقطع عيشه وهيعمل وهيتعذب. ايوه ايوه وطب وليه؟ ما نستخبى، بس ده غلط برضه. احنا عايزين ناس تخرج علامات زي كده ايوه تبشر تقول اللي شافته. هي نفس الايات بتاعت متى 5 اللي انت حبيتيها قوي، ايوه يقول لك ازاي يوضع تعرف. تحت. نعم انت عارف في القرآن يقول لك ايه، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، وان القصاص لو حد ضربك تضربه، لو حد شتمك تشتمه، لو حد اذاك تأذيه بنفس الاذى اللي هو عمله. لما جيت ابص في الانجيل لقيت واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، يعني شوف الروعه لحد فين، حبوا اعداءكم وباركوا لعينيكم، احسنوا لمبغضيكم الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. يعني شفت ما فيش عظمه وما فيش حب وتسامح، ويعني ما فيش حاجه توصف الاحساس اللي ممكن اي حد مسلم يقرا الايه دي كده وما تلمس قلبه من جوه. الله الله الله، فعلا فعلا فعلا. بص يا بنتي، فده العكس ما بين الضلمه والقتل والنهب والارهاب والكلام ده كله، ما بين الايه دي. ده الايه دي، ده لو حد لو اي حد سمعها قلبه حجر يلين بسبب الايه دي. يا سلام يا سلام على نور المسيح اللي فيك يا بنتي، الله عليك، الله الله. بقول لك ايه، تعرفي ايوه انت كنت بتجودي القرآن صح؟ يعني بتحفظي، تعرفي تجودي لي الآيات اللي حبيتيها دي؟ أحب أعلمكم. يلا هحاول. يلا. واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. إيه رأيك؟ الله 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 يا بنتي، الله. بس فرق، بصي بصي، شوف الكلام
غير وقاتلوا واشفي قومك. ايوه ايوه حاجة غير مختلفة. غير خالص، غير خالص، تسامح وحب ومحبة كده. يعني هو لما نيجي نبص في القرآن نلاقي محمد كاتب الكلام على أساس إن إحنا عبيد، لأ ده إحنا في الإنجيل مكرمنا إن إحنا ولاده، وإن إحنا خلق لنا الكون ده كله بنجومه وبعظمته ده كله عشان بيحبنا، مش عشان إن إحنا عبد عبيد عنده أذلاء عنده، لأ ده بيحبنا، خلقنا عشان بيحبنا. انت قريت الانجيل كويس؟ ها انا لسه انجيل يوحنا اه اخر انجيل بالنسبه لي، لسه ما خلصوش انجيل يوحنا. لكن انت عندك عمق غريب يا بنتي، انت لسه على الشط وبتتكلمي كلام يعني فعلا حولنا من عبيد الى احباب. لا اعود اسميكم ايوه عبيدا بل احباب، وبعدين ايوه احنا اولاده، ايوه ما فيش عبوديه. لا لا، ما فيش عبوديه، ما فيش ان احنا ان انا مثلا اجي كده يا رب اسجد له واعيط له وكلام من ده، لا ده انا مجرد ما برفع ايدي كده واصلي او اتكلم معاه بحس ان انا خلاص يعني رضيت والدنيا كلها راضيه عني، ما عنديش عايزه اي حاجه من الدنيا خالص. الله، في سعادة جواكي، في جدا اكتفاء، في شبع. مكتفية. بص أنا مكتفية، أنا دلوقتي أنا مش عايزة أي متعة من متع الدنيا، أنا مش عايزة غير إني أتعمد يعني واتعمق في الدين اكتر وابدا اخدم. انا مش عايزه اي متعه، مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير اني اخدم ويعني واحس ان هو راضي عني وبيحبني، بس دي عندي بالدنيا كلها، انا هبقى كده شبعانه من الدنيا كلها.